مساء الخير على كل بنات وستات ورجالة أكيد مصر والوطن العربي. يوم جديد وحلقة جديدة، وأحلى الكلام دايما بيكون هو كلام البنات. كل سنة وكل مصر طيبين وبخير يا رب. مصر اللي بجد اللي ولادها بيحتفلوا، ولادها المسيحيين وأكيد معهم كمان إخواتهم المسلمين بيحتفلوا بعيد ميلاد المسيح، السيد المسيح، يوم عيد جديد في بلدنا اللي ما تقدرش أي قوة في العالم إن هي توقف مسيرتها. مفيش حاجة هتوقفنا أبدا الحقيقة. ويمكن الدليل اللي شفناه امبارح، بابا الأقباط كان بيخطب أو بيتكلم جوه جامع، وشيخ الأزهر كان بيتكلم وأيضا بيخطب جوه الكاتدرائية. ما بين بقى البابا وشيخ الأزهر في رئيس واقف بكل ثقة بيقول هي دي مصر، بجد هي دي مصر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقة كل الشكر والتقدير لهذا المجهود العظيم اللي احنا كلنا شفناه، يمكن هنتكلم عنه كمان شوية. مرة تانية وتالتة بقول كل سنة وكل مصر بخير وطيبة، مسلمين مسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. عايزة أقول لكم يمكن اللي احنا شايفينه ده كان نتاج جهد وعمل من قيادات، من مهندسين، من عمال، من شعب مصر، وكل ده تحت مظلة رئيس واعي لكل خطوة هو بيخطوها، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجهد والحاجات الحلوة اللي احنا شايفينها، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، اتبنوا في أقل من 18 شهر، وكل ده زي ما أنا قلت لحضراتكم بمجهود من شعب واعي، من رئيس واعي حاسب كل خطوة من الخطوات اللي بياخدوها. وأهم من كل ده في وقت قياسي جدا، يعني 18 شهر علشان نشوف المشهد الرائع ده، اللي انا امبارح بجد كنت سعيده جدا وكنت فخوره جدا ان انا بشوف افتتاح كاتدرائيه وجنبها او جنبه كمان مسجد. كل السوشيال ميديا امبارح كانت مشيره المشهد او الصوره العظيمه دي، مسجد محترم جدا، كاتدرائيه محترمه جدا، مشهد يمكن عمرنا ما شفناه. يعني البابا تودروس واقف جوه المسجد بيتكلم، والشيخ احمد الطيب واقف جوه كاتدرائيه بيخطب كمان. بجد حاجه محترمه جدا جدا جدا، فخوره فخوره بجد برئيسي، فخوره ببلدي، فخوره بشعبي، فخوره بالمهندسين اللي عملوا المظهر او الشكل المعماري ده. بجد حاجه محترمه، حاجه مشرفه، يعني حاجه تشرف كده، يعني الواحد كده يتباهى وزي ما بنقول بالبلدي كده بنتفشخر بان الحاجات دي عندنا موجوده هنا جوه مصر. كل سنة وكل الإخوة الأقباط طيبين وبخير يا رب، وسنة سعيدة عليك وعلينا يا رب. عايزة أهني كمان ماجد مخرج برنامجنا، كل سنة وأنت طيب يا ماجد وعيد سعيد عليك يا رب. مايكل برضو من الكاميرا مان هنا، بجد كل سنة وأنت طيب يا مايكل. كل الناس العاملين في قناة تن، بجد كل سنة وأنتوا طيبين. طيب، بمناسبة بقى عيد الميلاد المجيد النهاردة هتكون معانا فقرة حلوة جدا، هيكون معانا المرنم سامح نبيل، هنسمع منه بقى ترانيم عيد الميلاد، ده هيكون موجود معانا ان شاء الله كمان شوية. حاجة حلوة جدا ان احنا كمان يوم العيد، وبنشكره ان هو طبعا النهاردة يوم العيد وجاي كمان يقضيه معانا هنا في قناة تن. النهاردة كمان هنتكلم بقى عن نموذج مختلف جدا، أروى وشيماء. أروى وشيماء هم سلايف ماشيين عكس المثل اللي بيقول ايه، مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت. النهارده هنتعرف على صداقه من نوع خاص جدا، وهنتعرف كمان بدات ازاي، وايه دور كمان الازواج اللي هم اخوات بقى في ان هم يبقى في نجاح للصداقه دي. يمكن وانا مقابلاهم بره دلوقتي فبسالهم شايفه قد ايه بجد ان هم ما شاء الله حلوين مع بعض وان هم كويسين، وكنت بسالهم مين اللي دخلت الاول فقالت لي لا انا، فقلت لها طب وعملت ايه؟ قالت لي ولا حاجه، بالعكس يعني العلاقة بينا طيبة جدا. وهنعرف ايه سر العلاقة الطيبة اللي ما بينهم دي، هل هم اللي اتفقوا واتحدوا كده ولا كمان الاخوات الرجالة ليهم دور. طيب كمان هنروح النهاردة هنتعرف على فقرة او فكرة جديدة، شاب اسمه أشرف رمضان. أشرف نزل بموبايله وصور فيديوهات عن مصر ونزلها على السوشيال ميديا تحت عنوان ايه بقى، تحت عنوان سيلفي من الشارع.
هنعرف حكاية الفيديوهات دي ايه كمان شوية وصورها فين، وهنعرف حاجات كتير جدا مع أشرف كمان شوية. طيب دلوقتي خلونا نروح نشوف تقرير عن توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة لتطوير عدد من دور الحضانات في منطقة عزبة خير الله مصر خير الله عزبة خير الله مصر القديمة، وده كان ضمن تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة. تعالوا نروح نشوف. هدفنا ان احنا باخر 2019 نكون طورنا على الاقل 1000 حضانه، ونكون عندنا قائمه من الحضانات المتميزه في كل محافظه موجود اسمها على قاعده البيانات وموجوده على الموقع الالكتروني للوزاره. البروتوكول النهارده ضمن الخطه القوميه لتطوير الطفوله المبكره، وهو بالاخص تطوير الحضانات في المناطق الاكثر احتياجا. احنا البروتوكول هدفه تطوير 165 حضانه في المناطق الاكثر احتياجا في محافظه القاهره، وهو التطوير هنا متقسم مراحل، واحده منهم ان يبقى في منهج موضوع تربوي يدرس فيه الحضانات في هذه المناطق للاطفال، ده اول جزء. الجزء الثاني تطوير الحضانه نفسها عشان يبقى البيئة المحيطة بالأطفال بيئة تؤهله نفسيا لاستيعاب التعليم اللي هياخده. البروتوكول النهاردة هو رعاية من الدولة لهذا التوجه اللي هو ضرورة قومية لأقصى الحدود، نظرا لأن في فجوة كبيرة جدا ما بين العرض والطلب على الحضانات وبالذات في المناطق الأكثر احتياجا في مصر. شكرا دكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي الحقيقة عاملة مجهود رائع او اكتر من رائع، وكمان هتشوفوا من خلال برنامجنا كلام البنات هنعمل لكم فقرات بجد ان شاء الله يا رب تنول اعجابكم، بالتعاون طبعا مع وزاره التضامن الاجتماعي وتحت رعايه الدكتوره غاده والي. طيب خلونا قبل ما نختم اخبارنا هنشوف دلوقتي تقرير عن محمد رفيق. محمد رفيق هو اول قزم مصري بيحصل على ميداليه ذهبيه في رفع الاثقال. هنشوف التقرير وبعدها نطلع لفاصل. بعد الفاصل هنحتفل مع حضراتكم ونسمع ترانيم عيد الميلاد المجيد، لكن بعد الفاصل. أنا بدأت ألعب حديد وأنا في أولى إعدادي، كنت بعاني من مشاكل السكريات ليا، كنت بخاف ان انا امشي في الشارع كانت العيال بتلق عليا بالطوب. كنت اخترت حلين، لا اما احبس نفسي في الاوضه وما اخرجش، لا اما اكسر الكلام الناس والعيال اللي كانوا زمايلي اللي قاعدين في التكتة معايا. بالفعل كسرت كلام الناس، حبيت ان انا اخش المجال ده علشان نثبت ان احنا مش معاقين، احنا ابطال. بالفعل دخلت اول سنه حصلت على تاني جمهوريه، كنت بحطم رقم للكبار مش للناشئين بس، كنت عايز احصل على ميداليتين، بس حصل ضروب كده، جالي اصابه في كتفي فما عرفناش نجيب ميداليتين، جبنا ميداليه واحده. ليه ما نكسرش كلام الناس زي ما انا كسرت كلامهم؟ ما نطلعش بطولات ونحقق زي ما احنا زمان حققت. بالفعل بدانا نشتغل على النظام ده، بقيت البطولة اللي فاتت ديت بعد ما جيت من الجزائر حصلت على المركز الأول، كانت بقى فرحتي وأنا جاي بقى من المطار، أهلي وناسي والكابتن بتاعي والجمعية بتاعتي، وكنت فخور بنفسي فعلا إن أنا عملت حاجة باسمي وباسم بلدي. يا محمد محتاج كماني لو إن 150 كيلو عشان بفضل الله يلحق 2020 دور طوكيو باذن الله الجايه باذن الله. انا متوقع لي باذن الله اولمبياد 2020 ان شاء الله اجيب اول باذن الله. كبير ضعيف كده، ما كناش عايزينه يشيل حديد وحاجات من ديت، بس هو صمم لازم يشيل. اما بياخد بطوله ببقى فرحانه له طبعا، وبعدين هو يعني مصمم على البطوله ديت على طول، ما حدش بيقدر يحوشه ابدا.
خالد المجيد، كل سنة وكل مصر وكل الإخوة الأقباط والمصريين والمسلمين طيبين وبخير يا رب. الحقيقة بما أن النهاردة بقى الحقيقة عيد يعني كده وإحنا بنحتفل مع حضراتكم، فإحنا قررنا النهاردة أن إحنا يعني أحد الإخوة الأقباط أن هو يجي يحتفل بقى معانا هنا، والعيد أكيد لازم يكون معانا أحد المرنمين أصحاب الأصوات بجد الجميلة. لو أقول لكم صوته وإحساسه عاملين إزاي هتسمعوه أكيد دلوقتي. خليني أرحب بضيفي العزيز المرنم سامح نبيل. سامح أهلا بيك. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. بصحة والسلامة. يعني أنا مبسوطة على المستوى الشخصي إن أنت بجد جاي بتحتفل معانا هنا على شاشة قناة تاني. مبسوط جدا. كلته بقى إمبارح رومي وبتاع، بقول له سامح طبعا كلت رومي إيه؟ قال لي مش قادرين نقوم خلاص يعني. بس بجد بشكرك إن أنت جيت نورتنا النهاردة. شرف ليا. هنسمع طبعا كل حاجة دلوقتي، لكن خليني أعرف أنت ابتديت الترنيم ده إمتى؟ انا بقالي تقريبا حوالي 16 سنه او 17 سنه. انا اصلا العيله عندي انت فنية. اصلا صغير جدا يعني شكلك صغير جدا. 31. طب ده انت بادئ برضو من بدري قوي. لا انا اصلا العيله عندي فنيه. انا جدي الله يرحمه كان صوته جميل، وخالي كان مطرب في الموسيقى العربيه الله يرحمه برضو، وعندي بقى والدتي صوتها كويس، اخويا شغال في المزيكا وتوزيع، واختي برضو صوتها حلو، فالموضوع كله فني. انتوا عيله فنيه يعني جدا. فانا من صغري بحب المزيكا، بحب الغنى، ودايس في التلحين وفي التوزيع مزيكا كمان مش شغل بس. اول ترنيمه فاكرها انت قلتها كانت ايه ولا لا؟ بس اكيد فاكرها. اول حاجه في حياه اي حد بيبقى فاكرها. في حاجات طبعا، في حاجه كنت رنمتها كانت اسمها كل يوم تحت صليبك. وكانت في حاجات كنت انا ملحنها بقى زمان، يعني من 12 سنه اول حاجه لحنتها. طب حلو قوي. عايز اقول لك ان في ترانيم معينه حتى المسلمين بيحبوها. طبعا عندك جمهور من المسلمين؟ طبعا في زمايلي كتير بيحبوا حاجات. انا عملت حاجات على معجزه، القناه اسمها قناه معجزه. الحاجات الكلام تقريبا اصل هو الكلام بيبقى كله عن ربنا. بالظبط، مفيش فرق بين ده او ده او كده، هو الكلام كله بيبقى لربنا سواء من عندي او من عندك، فهو الكلام كله بيبقى موجه لحد واحد هو ربنا. عايز اقول لك ان في ترنيمه اسمها مريم ام بالغلابه كلنا بنحبها، يعني مسلم ومسيحي بجد كلنا بنحبها. طيب عملت حفلات في الكنيسه. اول حفله في الكنيسه كانت امتى وقلت ايه ورد الفعل كان عامل ايه؟ يمكن في الاول لما بدات يعني ارنم ما كنتش حاسس قوي بردود الفعل من الناس، كان لسه برضو ما فيش ثقه يعني. بعد فتره يعني بدات بعديها بثلاث سنين تقريبا بدات دخلت كورال اسمه كرمال الصليب، وبدات ارنم معاه اول حفله. ساعتها بدا رد الفعل الطبيعي. بدات الناس تحس ان فعلا في موهبه كويسه وفي صوت كويس. احنا عايزين بقى نسمع الموهبه دي اللي انا سمعتها قبل الهوا. كنت بجد الحقيقه مبسوطه جدا بصوتك، في احساس عالي جدا. نسمع الانس عمل. تمام، يلا بينا. أنسى عاما قد مضى يفيض بالحب واللطف والعناية والعطف من ربي، ولا أنسى أنني كنت بين يدي وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. لا أنسى حبه فاديا رغم كل العناد، وكم تمهل حينما ضعف علي ساد، ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. الله،
شفتوا قلت لكم هتسمعوا صوت واحساس غير طبيعي بجد يعني. صوتك حلو قوي قوي. شكرا. الترانيم بيبقى برضو ليها اصوات ومقامات معينه زي الغنى ولا لا؟ هو ده فن ومزيكا. الواحد لما بيحس المقام قوي ولما بيبقى فيه اختلاف في المقامات والالحان الموضوع طبعا بيفرق جدا جدا. هو المزيكا واحد. اوكي حلو قوي. طب ايه اللي بيميز المرنم عن التاني يعني؟ اكيد بيبقى مثلا تون الصوت. الصوت الموهبه يعني في ناس بتأدي لكن الموهبه او بذره الموهبه دي مش موجوده. هو بيأدي عنده امكانيات معينه فهو بيأدي على اي على مطرب قدها. ممكن يقول ترانيم يعني طبعًا. ولا يعني مثلا اي مرنم انا متهيالي من وجهه نظري وانت برضو صحح لي لو انا مخطئه، اي مرنم ممكن يقول يغني لكن اي مطرب ممكن يقول ترانيم؟ هي الفكره يعني هو الموضوع واحد. المزيكا هنا او هنا الموضوع واحد بس بتفرق في الحاجات اللي احنا اللي بتتعمل سواء هي مقاماتها صعبه نقلاتها صعبه على حسب بقى قدره كل واحد. حد عنده الخبره ان هو يقدر ينقل من مقام لمقام من لحن للحن. هل اللحن ده هيكون صعب؟ فدي بتفرق في امكانيات البني ادم نفسه يعني. لا انسى عاما اللي احنا لسه سامعينها دلوقتي. تمام. اخذت منك وقت قد ايه في ان انت تتدرب عليها؟ لا ما لحقتش. بجد؟ ده كده ما لحقتش يا جماعه. ده ما لحقتش ولسه صوته ما شاء الله فظيع يعني. انا اللي عامل المزيكا كنت عاملها لناس واستعنت بيها يعني. النهارده انا كنت عامل المزيكا دي لحد وكده و انت بتلحن كمان يعني؟ بلحن وبوزع. الله عليك. طب انت تعمل لنا حاجه لكلام البنات؟ عينيا. هو وعدنا على الهوا. لا وعد خلاص. بجد؟ تمام خلاص اتفقنا. طب تسمعنا ايه تاني؟ نقول حاجه مصر بقى. يلا بينا. بارك بلادي. يلا بينا. الحال هتقدر ياللي بتشق البحور مهما كان على الارض ضلمه السما مليانه نور مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور مهما كان على الارض ضلمه السما مليانه نور زي ما جالك نحاميا بالبكا ونادى عليك كلنا جايين بنصرخ يسوع مد ايديك بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر بارك بلادي بارك بلادي التفت لصراخ قلوبنا وارسل لينا المطر روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحنينك تعترف باسمك يا فادي روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحنينك تعترف باسمك يا فادي في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهات بلادي بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة كل البشر بارك بلادي بارك بلادي والتفت لصراخ قلوبنا وارسلينا المطر اللهم امين بجد يا رب بارك هذا البلد يا رب. أمين. بمناسبه بقى الاغنيه عن مصر كان امبارح في مشهد عظيم
طبعا كلنا كنا قاعدين بنتابع هذا المشهد الرائع، افتتاح كاتدرائيه وافتتاح مسجد في العاصمه الاداريه الجديده. قول لي بقى انتوا يعني اتفرجتوا على المشهد ده ازاي او شفتوا المشهد ده ازاي؟ طبعا مبسوطين بالوضع، ان احنا طول عمرنا عايشين يعني ايد واحده، انا اصحابي ويعني انا في شغلي اصحابي كلهم تقريبا، انا ما اعرفش حد هناك يعني مسيح، كلهم مسلمين صحابي كلهم. احنا كلنا روح واحده وعايشين مع بعض، بنساعد بعض، في بنزعل على زعل بعض، بنفرح لفرح طبعاً بعض، طبعاً بنعيد طبعاً على بعض طبعاً في عيادكم، بنعيد عليكم وانتم بتعيدوا علينا. ده بني ادم في الاول وفي الاخر، لازم ازعل عليه ولازم أكيد افرح لفرحه ولازم، فطبعا المشهد يفرح ان احنا كلنا ايد واحده بنعمل حاجه مع بعض، حاجه اكيد. هي كانت فعلا امبارح صوره أكيد مفرحه جدا طبعاً الحقيقه طبعاً يعني. طبعاً. طيب خلينا نرجع تاني للترانيم، و الغنى جوه الكنيسه بيختلف عن بره الكنيسه؟ أكيد بيبقى فيه روحانية أكتر في الترانيم، لأن أنا الكلام كله بيبقى موجه لربنا، مش بغني لوحدة، مش بغني الموقف، مش بغني فيه خشوع الحاجة. يعني طبعا ربنا، أنا بحس الكلام اللي بقوله جدا إن أنا بقوله لربنا، فما فيش أعظم من ربنا طبعا. طبعا أكيد. فأنا يعني كلام بيتحسن من القلب وبيكون طالع ربنا، غير طبعا الموضوع بيبقى أغاني بره، بيبقى الموضوع فرح وبهجة وبتغني، فما فيش سنس او احساس زي احساس صح. اكيد اكيد يعني. اصعب ترنيمة انت قلتها كانت ايه؟ لا هو في حاجات كتير، هل صعوبتها في المقامات، في الكلمات، ولا طبعاً في ان انت مثلا القيتها قدام حد يعني؟ لا لا ما ببصش لحاجه زي كده خالص يعني، انا بقف اقول خلاص ماليش دعوه بقى انا قدام مين، اكيد بيبقى فيه طبعا رهبه لو انا أكيد في حته معينه او كده، بس بيبقى هو تركيزي الاكتر ان انا اقدر اطلع الحاجه صح بنسبه 100%، ما يبقاش فيه غلطه، ما يعني دي اهم حاجه بتبقى بالنسبه لي يعني. طيب تيجي نسمع على ارض السلام؟ تمام يلا كي بينا. كان على الأرض السلام وفي الناس المسرة، كان على الأرض السلام وفي الناس المسرة، لما جيت يا يسوع علينا عشت بينا وسطنا، لما جيت يا يسوع علينا عشت بينا وسطنا، كان على الأرض السلام وفي الناس المسرة. يوم ميلادك يا يسوع نفسي أملى الكون شموع، نفسي أنسى أي حزن أو متاعب أو دموع. يوم ميلادك يا يسوع نفسي أملى الكون شموع، نفسي أنسى أي حزن أو متاعب أو دموع، وافتكر إني بميلادك فاض على الأرض السلام. الله الله بجد حاجة حلوة جدا. خليني أرجع بقى للتراث الثقافي يعني التراث عفوا الموسيقي للأقباط، إزاي الكنيسة بتقدر تحافظ عليه؟ بتحافظ عليه طبعا بان هي يعني بتحييه على مر العصور، بان هي بتحاول تحفظه للاولاد وتعرفه للاولاد، يعني بتسلم اجيال بتسلم اجيال، بنحاول على قد ما نقدر ان هو كل جيل يسلم اللي بعده. طيب سامح نبيل نفسه في ايه؟ شكلك نفسك في حاجات كتير قوي، انتوا كلتوا امبارح خلاص. لا خلاص. هو طبعا امنيتي الاولى يعني ان انا عندي موهبه مؤمن بيها و
نفسي تظهر للدنيا كلها، نفسي اطلع حاجات كتير عندي لسه ما طلعتش. هو انت غير الترانيم بتغني اغاني عاديه؟ كنت مقدم قبل كده في برامج في ستار اكاديمي وذا فويس، وفي حاجات ما توفقتش فيها، ومره في ستار اكاديمي سافرت لبنان وبرده ما توفقتش يعني. غنيت ايه؟ فاكر اكيد فاكر الغنوه اللي انت غنيتها. كنت بغني الصابر الرباعي. طب ما تسمعنا جزء كده من غير موسيقى ولا من غير اي حاجه. افتكر حاجه. طيب او اي حاجه يعني، اي حاجه مش شرط اللي انت غنيت، اي حاجه. شوف انت بتدندن ايه يعني، اصل اكيد دايما المطربين دايما نشوفهم بيقعدوا يدندنوا كده في اي وقت يعني، لو حابب نقول حاجه لصابر الرباعي. وين اللي كانوا عز الحبايب، راحوا خانوا قلبي اللي دايب. وين اللي كانوا عز الحبايب، راحوا خانوا قلبي اللي دايب. بكوا عيوني كانوا عيوني، بكوا عيوني كانوا عيوني. سدت ظنوني، سدت ظنوني، دنيا عجايب. وانهم يا ناري يا ناري، لا خد بطاري بطاري. منهم يا ناري لا خد بطاري. وبكي عيون لو شعري شايب، عز الحبايب. الله الله الله، صوتك ما شاء الله بجد يجنن. طب مش ناوي تعمل بقى حاجه اليومين الجايين مثلا، تنزل سنجليه؟ كنت عامل حاجه قبل كده اسمها ارهاب رخيص. كنت بتكلم عن الارهاب بقى بجميع مواقفه، وكنت عامل فيديو كليب يعني قصه الفيديو ان في حد مسيحي وحد مسلم صحاب، واتفجرت قنبله في جنينه فكله مات، فطبعا ما فرقتش بين ده وده. ده حقيقي. وان الموضوع بيتكلم يعني عن الارهاب عامه، الارهاب بيحاربنا كلنا. انا بتمنى لك والله كل التوفيق بجد، ربنا وربنا يكرمك، لان صوتك بجد قوي وعندك احساس عالي جدا. بشكرك المرنم سامح نبيل، بشكرك وكل سنه وانت طيب. طبعا حضرتك بالصحه والسلامه، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. طبعا عندنا كلام كتير جدا، هنروح لفاصل ونرجع بقى نتعرف على السلايف شيماء واروى الصحاب بعد الفاصل. المثل بقى بيقول ايه؟ مركب الدراير صارت ومركب السلايف غارت. ده ليه بقى؟ لان بيقولك ممكن الدراير يبقوا على فكره عادي جدا، يبقوا صحاب جدا. ليه بقى؟ يتصاحبوا عشان يتفقوا ايه على الراجل، لكن السلايف علشان طول الوقت بيغيروا من بعض وبينفسنوا على بعض، فاستحاله يكونوا صحاب. النهارده احنا بنقول لا، على فكره عادي جدا، احنا نعكس المثل، وعادي جدا ان ممكن تلاقي سلايف بس صحاب جدا وحبايب زي اللي معانا النهارده. النموذجين الجمال جدا الحقيقه، اللي من ساعه ما دخلوا اصلا القناه بجد انا ما صدقتش ان هم سلايف. مين هم؟ اروى وشيماء. معايا اول سلفة، اسمها سلفة؟ اسمها سلفة ولا مش عارفه اسمها ايه بقى. اروى الرميلي مدير التسويق، اهلا بيكي يا اروى. اروى الرملي. اروى الرملي، اروى الرملي مدير التسويق، والمهندسه شيماء محمد. اهلا بيكي يا شيماء. اخباركم ايه؟ كله تمام. انا عايزه اقول لكم حاجه مبدئيا كده، هو انتوا اصلا شبه بعض حتى في الستايل، يعني ستايل لبس تحسوا ان انتوا فيكم من بعض شويه. شويه. طيب خليني ابدا باروى. انت القديمه. أنا صح، انت القديمه. مش عارفه ليه حاسه انا بتكلم على اثنين دراير يعني. طيب انت مع المثل انا قلته مركب الدراير صارت ومركب السلايف غارت؟ لا يعني ما اعتقد. طبعا انا بسمع يعني من صحابنا الحاجات دي كلها، بنسمع حوالينا السلايف بيتخانقوا بيعملوا مشاكل، بس الحقيقه الحمد لله احنا ما عندناش القصه دي لا انا ولا هي. طب انت بقالك قد ايه متجوزه اروى؟ انا بقيت 13 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. طب وشيماء؟ 4 ونص كده. ده انت لسه مستجدة عروسة جديدة يعني. يعني بيقولوا كده. طب بأمانة بأمانة، وانت داخلة على العيلة يعني ما قلقتيش برضو؟ يعني انتوا الاتنين ما شاء الله الله اكبر.
الله اكبر اهو تتشود. انتوا الاثنين ما شاء الله زي القمر وستايل، فدايما في اللي هي زي بتقال ايه نفسنت البنات من بعض، ما كنتيش قلقانه وخايفه؟ بصي بصيت لك. لا 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 مش عايزه تكبر عليا، عايزه اعلى. انا شفتها. بصي راحت بصلها ازاي؟ خليكي في العسل. لا ما كنتش قلقانه بجد منها؟ لا الحمد لله، يعني قبل ما اشوفها كنت قلقانه، ما شفتها خلاص الحمد لله. النهارده حاجات لاول مره هتتقال. اه اول مره اسمعها. كله بيطلع. محدش خد باله. طب هل انت اللي صاحبتيها وانتوا في السن تقريبا كمان قد بعض؟ تقريبا اه. يعني طب انت اللي جيتي وصاحبتيها ولا هي اللي جت ولا هي قعدت واتنكت تطلع؟ ما اشوف بقى هي انا القديم هي الجديده. عارفه ده عملت ايه؟ لا 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 خالص، لا احنا ما عملناش كده. لا كانت مكسوفه شويه اصلا لما قلنا اول مره وكده، ما حسيتش يعني ما تنفعش سلفة. بالعكس انا كنت بحذرها وبقول لها بلاش بلاش. حاولت تقنعني بصراحه. ليه يا ماما كده؟ الحمد لله. طب وانتوا ساكنين جنب بعض ولا بعاد عن بعض؟ لا للاسف بعيد. بجد؟ طب واصحابه بتخرجوا وبتنزلوا كده ولا لا؟ اه يعني بتنزلوا بتخرجوا على طول. آه. يمكن عشان كده مفيش مشاكل، يمكن المشاكل دايما بتحصل ما بين السلاف اللي هم ساكنين في عماره واحده في شارع واحد، فده بص اخوك جاب ايه لمراتك لمراته كده. صح ممكن. بالظبط ممكن. بس لا بس مش كل الناس برضو، يعني مش حاساها مع الكل. بالعكس احنا لما حد بيجيب حاجه حلوه بنقول لبعض يعني عشان التاني يجيب. اه معروفه يعني. ونصور بقى وبصي وده حلو وده وحش. طب انتوا ليكوا اخوات بنات؟ يعني اروى ليكي اخوات بنات؟ انا ليا اخت بنت. اه وشيماء برضه ليكي؟ يارا ويارا برضه. ده في حاجه كده؟ لا 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 ده ربنا عايز يقول حاجه يا جماعه كده. لا 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 ده كده ربنا عايز يقول حاجه. طب انت يعني انت اللي جيتي بعدها، يعني انت كنت تعرفي جوزك قبلها ولا برضو اخوه اللي جابهولك ولا يعني عارفين بعض ازاي؟ ما بلاش القصه. لا انا وجودي كنا نعرف بعض من كتير يعني. اه يعني مش اخوه اللي جابه يعني. لا 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 اه قصه حب عنيفه يعني. يعني اه لطيف الحمد لله. مش انا حسدك. انا ما تقلقيش. الاخوات بقى، الاخوات الرجاله بقى دورهم. يا جماعه ما تجيبوش الكاميرا والله العظيم انا مش عايزه ابين، انا عايزاهم هم نفسي تشوفوا رياكشناتهم هم عامله ازاي. بيعملوا ايه بقى؟ هم اللي بيتخانقوا تقريبا صح؟ لا هم بيقولوا علينا احنا مجانين زي بعض فخلاص معاكم. انتوا ايه نفس البرج ولا ايه؟ لا ما احنا بينا شهر فيعني مش كتير. يعني هي اول البرج انا اخر البرج كده يعني. طب شيماء اروى سوري بيعملوا ايه يعني مثلا بينموا برضو مع بعض عليكم ولا مش معروف؟ مش معروف بس هم بيقلقوا مننا يعني، وجودنا مع بعض في حد ذاته بيقلقوا منه. طبعا يعني طبعا اكيد. اي يا جماعه اي اتنين ستات يبقوا قاعدين مجتمعين كده يبقى وراهم مصيبه يعني. بنخطط لحاجه بالظبط. لما طبيعي ان لما يبقى في عزومات في العيله مثلا حماتكم بتعزمكم، عزومات عائليه يعني، فاكيد كلنا بننفرد ببعض كده، ناخد بعض كده جوه اوضه كده ونقعد على الكنبه وتربعي كده. ايوه بيقولوا لكم ايه بقى؟ ايوه بتتكلموا في ايه بقى؟ بتتفقوا على ايه؟ يا اروى تعالوا كلوا عملنا شاي. بالظبط. انت في اطفال ولا مفيش؟ انا عندي اثنين. انت لسه؟ عندي واحد. انت عندك واحد. والولاد بقى عاملين ايه مع بعض؟ بيتخانقوا؟ لان خلي بالك الواحد دايما اغلى حاجه عنده ولاده. فلما انا ابني مثلا يعني بنت يعني انا دايما لما كان ابني مثلا بنت اختي تزعله لا بقوم باكلها. بتعملوا كده مع بعض ولا لا بتكبروا دماغكم؟ لا يعني انا ابني لسه صغنن فهو عارفه البيبي الجديد فكلهم بيحبوه، وادم ما شاء الله بقى يعني العائل الكامل ابني كبير محتضنه بقى وكده. فلا الحمد لله. طب حماتك ايه بقى علاقتكم ازاي؟ هي بتشوفها ازاي مع بعض يعني؟ انا شايفه ان شيماء يعني شيماء اروى ما بتتكلمش، اروى عماله بتستكين وبسمع وبركز. لا انا عايزه اسمع منك يعني حماتكم لما بتبقوا قاعدين كده مع بعض هي بتلعب دور الحما برضو اللي هو بصوا مراتاتكم قاعدين بيقولوا ايه روحوا شوفوهم وكده ولا لا؟ لا ايه رايك يا شيماء؟ يا نهار ابيض. ايه رايك؟ لا يعني اكيد طبعا. ليه يا عبير السؤال ده؟ على فكره السؤال ده مش مكتوب في السكريبت ورئيس تحرير البرنامج قال لي لو حبيتي دلوقتي بتتفرج هتبقى يعني فاهمه. ليه يا عبير احنا جايين نقدم نفوس على لا يعني بتلعب دور الحما معاكوا بلاش يعني هي معاكوا حما فعلا ولا لا؟ لا بصي انا عندي ولدين فانا عارفه يعني ايه حما. في الاخر اي حد هيجي على اولادها لازم حتى يعني
حاجه كده على الماشي يعني. طب هي مبسوطه بان انتوا الاثنين متصاحبين ولا متضايقه؟ لا بالعكس، هم مبسوطين جدا من الحته دي. مبسوطين. في سلايف تانية غيركم في العيلة؟ يعني انتوا ولدين بس ولا في تاني؟ نعم ولدين بس. هم الحمد لله عليهم بقى الاثنين. طب في عندكم اخوات بنات ولا لا؟ يعني هم عندهم لا مش هم مش انتوا هم هم عندهم اخت بنات. ايوه انا كنت يا جماعه قبل الهوا بقول لهم بيتقال على اخت الجوز عمتي، لا مش غير انها حما، عمتي بيتقال عليها عمتي. هي عمه معاكم اللي هي بتبقى شديده كده وكده اخت جوزنا؟ لا انا مش عايزاكي شديده 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 شديده. ايه ده مش صاحبتكم ما خدتوهاش تحت بطكم كده؟ لا هي ايه صاحبتنا حاجه وخدناها تحت بطنا حاجه. انا خايفه تكون هي اللي خدتنا تحت بطها. متجوزه ولا لا؟ متجوزه. طب وايه؟ طب يعني احكوا لي. لا هي مش قاعده قريبه مننا. فاحنا مش قوي يعني. بالظبط. لا بس عايزه اقول لك على حاجه، انه طبيعي دايما ان الست اللي هي مرات الراجل لما بتبقى داخله العيله هي اللي المفروض تحتوي الموقف وحبيبتي وبتاع وهدايا ويعني فاهمه الحاجات دي. انتوا ما عملتوش كده؟ لا ما عملتوش كده. لا انا عملت كده. لا وايه الاخبار دايما؟ اخباري جميله اهو قاعده قدامكم زي الفل. ايه اللي يخلي السلايف مش صحاب؟ يعني اروى مثلا ايه اللي يخلي ان اتنين سلايف ما يبقوش صحاب خالص ويبقى في بينهم مصانع الحداد؟ بصي هي بتهيالي يمكن حتى القصه دايما بتيجي عند القديمه، ان هي بتبقى خايفه حد داخل جديد هياخد السجاده من تحت رجلها. القصه بقى بالنسبه للجديده، اشمعنى اخوك عمل كذا؟ اشمعنى هي جابت كذا؟ اشمعنى هم عملوا كذا؟ اشمعنى اولادهم؟ اشمعنى دي هي دي بدايه المشكله. دي بدايه المشكله. طيب انا هسمع منك الكلام برضو ايه اللي ما يخليش السلايف صحاب، لكن نطلع الفصل. هنطلع الفصل ونرجع نسمع من شيماء ايه اللي ما يخليش السلايف صحاب بعد الفصل. كنا يمكن قبل الفاصل بنتكلم عن السلايف وبنتكلم ايه اللي ما يخليش ان السلايف صحاب. نرجع مره ثانيه ارحب بضيوفي اروى الرملي مديره التسويق. اهلا بيكي اروى. وكمان الشوارع والحدائق. سمعنا رد النهارده، نسمع ردك بقى. ايه اللي ما يخليش السلايف صحاب؟ تاني الغيره اهم اكتر حاجه يعني. الغيرة. فكرة الغيرة دي موجودة عندنا كلنا، مش هننكر يعني كلنا عندنا حتة كده، ممكن تكون بطريقة مختلفة. يصب في حياة كئيبة ويعلن الحرب على الجمود الفكرية. يعلن الحرب على العليا لمواجهة. ممكن دي كانت تأثر جامد. لكن انت يا شيماء ما كنتيش غيرانة على السلايف أروى؟ يا أروى غيرانة هتكون شيماء؟ لا بالعكس انا كنت مبسوطة جدا بجد؟ انا كنت يعني متسعيدة. حد هيجي يسندني بقى في العيلة، حد هيجي معايا. بس انت شكلك قوية على فكرة. انا خالص والله. والله بس في مساء ده انا كيوت كده يعني. لا خالص يعني لا يمكن زي ما بقول لك اخت جوزنا بعيده عننا شويه، فكنت بقى شيماء قريبه مني و لا عايزاها صاحبتي وعايزاها معايا. عمركم ما اتخانقتوا؟ انا جايبه هدي النفوس. لا الحمد لله ولا مره اختلفتوا حتى في وجهات نظر في حاجه لما يعني اي حاجه؟ لا بالعكس، احنا لما حد فينا بيبقى يعني شايط او كده تلاقي التاني بيهدي. طب التربيه بقى في البيت، التربيه هل هي ممكن اللي تكون بتفرق في ان انتوا الام نفسها يعني تقعد تنصحها وتقول لها لا حبي اهل جوزك احترميهم؟ طبعا الاحترام يعني لا مفر منه، لكن مثلا مامتك ووالدتك ووالده شيماء ما عادتش اتكلمت معاكم؟ هما ما بيقولوش غير كده اصلا. هما على طول يعني زي ماما زي بابا زي كده. طب احنا معانا تليفون. اوكي. لا ما تقلقيش احنا معانا مامتك. مامة. معانا مدام ساميه والده شيماء. مدام ساميه اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ويعني بجد ما شاء الله جدا يعني على الـ يعني بجد خير ما جبتي وربيتي بجد. شيماء كنت لسه بتكلم معاهم قبل ما حضرتك تتصلي عن التربيه وعن دور الاهل بقى، عن ان احنا نتعامل زي ما اهل الزوج. هم اهل الزوج، ما هم يعني زي ما هي بتحب مامتها لازم تحب مامت جوزها، ونفس الحال يعني هي امها الثانيه. لما بتيجي مثلا متضايقه من حاجه وانت شايفه مثلا ان بنتك لا معاها حق، بتعملي ايه؟
لا لو بنتي معاها حق يعني هقولها معلش لو انا غلطت هتعملي ايه؟ بمنتهى البساطه يعني لو انا اللي كنت في المكان ده طب هتعمل هي ايه؟ هتستحملني؟ لا طبعا هي هتسكت طبعا بس ساعات احنا برضو بنيجي على امهاتنا شويه يعني بنروح حابين الهبه لان بس دي امي عشان دي امي هتستحملني بالظبط كده وهي لما هي هتحب فيا انا هستحمل لكن لما هتحب في حد تاني لا مش مفروض يستحمل طيب هيبقى صعب صح طيب خليني اسال حضرتك كأم بقى اي تنصحي اي بنت وهي داخله على عيله جديده او عيله بقى يعني فيها ليها سلايف وكده تنصحيها بايه؟ تدخل عليهم بكل حب وكل ود وتبين الاحسن عندها حتى لو الطرف الثاني مش مبين ده؟ لا ما هو بصي ما هو ممكن الطرف الثاني يكون ما بيعرفش يبين لكن اذا انت بتعرفي تبيني يبقى لازم تبيني وممكن الطرف الثاني تكون تصرفاته هي اللي بتقول ما في ناس ما بتعرفش تتكلم صح. بس تصرفاتها بتقول ان انا بحبك ان انت كويسه لكن بيبقوا هما يعني عارفه ما بيعرفش يعبر تبدا هي تبدا هي بالخير يعني بالظبط تبدا هي بالخير وغصب عن اللي قدامها لازم هيتعدي والله ما تعدلش بقى خلاص بقى بس لازم في الاول احنا نبتدي بالخير النصيحة اللي اديتيها لشيماء قبل فرحها قلت لها ايه؟ قلت لها خلاص دول ماما وبابا وزي ما انت عايزاه جوزك يحبك هما لازم تحبي اللي عندك بس والله يعني حضرتك ونعم الام بجد بشكرك شكرا جزيلا مدام ساميه والده شيماء بشكرك شكرا جزيلا طيب خليني يعني بجد لعمامتك جميله يعني جميله جدا دي احلى واحده في الدنيا انت واضح ان انت كمان فيها يعني علاقه طيبه ما بينك وما بينها ايوه انا بحب اهلها جدا واخواتها بحبهم جدا يعني طيب انا يمكن سالت والده شيماء عن النصيحه اللي تقولها للبنت كأم انتوا بقى كبنات او يعني لسه صغيرين تنصحوا ايه للبنات اللي داخلين على عيله جديده بصي انا هقول لها انت مش المفروض ان انت مش داخله حرب يعني هو وما تخشيش حاطه في دماغك قصه بقى اصل دي حماتي واصل دي اخت جوزي واصل دي سلفتي لا يعني تتعامل عادي براحتها لحد ما يكون في حاجه بقى الا ان يثبت العكس الا ان يثبت العكس هيثبتوه امتى بقى مش عارفين بس بالظبط بس يعني هو عاده إن انت مش داخله حرب بالعكس انت داخله على عيله جديده الحب بيقابل حب طبعا طيب اسمع برضو راي شيماء انا رايي زي راي ماما مقتنعه بيه جدا اللي هو لما حطي نفسك مكان ان دي باباكي ان دول باباكي ومامتك فانت تعاملي معاهم في الكيس دي لو حصل منهم موقف زي ده انت هيبقى ايه رياكشنك خلاص لو مش قادره تعاملي خلاص اسكتي خالص ما تحطيش نفسك في هسل ممكن ما تخرجيش منه ممكن تعملي نفسك مشاكل انت في غنى عنها يعني حاولي تتجنبي يعني المشاكل طيب احنا ماما نزلنا ارقام التليفونات على الشاشه علشان اكيد قلنا لو حد عايز يتكلم حد عايز يقول تجربته معانا اسماء يا اسماء السلام عليكم عليكم السلام ازيك الحمد لله ايه ليكي يعني انت سلايف ايوه انا بصي انا عندي سلفتين عندك ايه معايا سلفتين وفي نفس البيت مع بعض كمان طب احكي لي بقى انا مش هتكلم خالص وانت بقالي حوالي 25 سنه متجوزه ما شاء الله طب وعاملين ايه معاكي والله بصي هو شويه كده وشويه كده يعني لازم تحصل مشاكل ولازم تحصل اختلاف وجهات النظر طبعا بس المفروض احنا ما نسيبهاش يعني ايه تزيد عشان ده هيتقلب علينا كلنا بعد كده طب ايه المشاكل بتبقى اسبابها ايه يعني ايه نوع المشاكل ممكن الاولاد مع بعض لو كلهم في سن واحد بتحصل مشاكل انا ممكن اقبلها هي ما تقبلهاش ضربوا بعض شدوا بعض ضربوا بعض بتحصل مشاكل زي كده لا الولاد الاطفال الاطفال طبعا ما ده انا كنت لسه يمكن بقول لهم ان الولاد لما بيتخانقوا ممكن ده بيعود طبعًا. بالعكس او بالسلب على الاهالي اكيد طبعا انا ممكن اقبلها ان مثلا ابني يتضرب بنتي تتضرب لكن هي ما تقبلهاش ممكن تزعل تشتكي لجوزها جوزها يشتكي لجوزي يعاقبني عليا انا في الاخر انت فاهميني طب انت في موقف زي ده يعني حصل بقى مشكله ما بين الولاد وحصل خناقه وجي وقالت لجوزك انت بيحصل ايه بقى انت رد فعلك بيبقى بس بامانه طبعا بحكي له طبعا اللي حصل هل ممكن يقف جنبي ولا مثلا يقف مع مات اخوه مثلا في صف اخوه حسب بقى الراجل اللي ما كانش بالظبط هو مع الحق هو يبقى مع هو الحق هو مع الحق بس ممكن بقى اخوه برضه ياثر عليه شويه او ممكن انا اثر عليه شويه او ممكن هو ما يتاثرش بحد خالص والله يعني بصي هو انا ليا راي في الموضوع ده ان الطبيعي ان لما يبقى في اطفال بيتخانقوا لان كل الاطفال بيتخانقوا والاخوات بيتخانقوا ما ندخلش الكبار لان الكبار هم الولاد في الاخر بيتصالحوا وفي الاخر الكبار هم اللي بيبقوا معاها هي في الاخر طبعا اكيد
بس انا بقول لك حاجه، لو كل واحده عملت سلفتها على انها اختها مش هيحصل اي مشاكل. والله احنا زي ما انت بتقولي، احنا عندنا نموذج جايبينه في الاستوديو، شيماء واروى، نموذج حلو جدا جدا بجد، ما شاء الله عليهم صراحه، زي العسل يعني. وفي سن واحد يعني، سن واحد طبعا. انا بشكرك، شكرا جزيلا يا اسماء، ميرسي جدا ليك. طيب ناخد عائشه. عائشه الو، اهلا بيكي يا عائشه، اتفضلي. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. هو انا حابه يعني اشارك تجربتي، وانا كبيره السلايف يعني، انا احنا اربعه شريط واحد. انا الكبيره، انا الكبيره سنا، اوكي، ومش مرات الكبير يعني، انا الكبيره في السن بس. فهم انا بعتبرهم هم زي اخواتي الصغيرين، وفي فرق يعني، انا مثلا بيني وبين اصغر واحده حوالي 14 سنه سن يعني، فاهماني؟ فانا بعتبر نفسي يعني زي ماما ليهم كده يعني، يعني اي بحب اي حد فيهم يكون محتاج اي حاجه يجي يعني يجي. طب ودي ما بتضايقكيش ان انت حاسه ان انت مامتهم وانت حاسه ان انت الكبيره كده؟ لا كدا؟ خالص. اول حاجه انا شخصيا انا كعائشه يعني ما عنديش مشكله في السن، انا بعترف بسني وبقول بسني عادي وكده. انا انت اصلا صوتك صغير جدا، صوتك لا انا 39 سنه. طب صغير ايه؟ ايه يا عائشه، في حاجه معينه يا عائشه؟ صغيره على فكره 39. ربنا يخليك. لا مش كده، بحب يعني انا بحب ادي بس كل سن ليه جماله. الصغير ليه يعني، السن الصغير ليه حلاوته، وسن الوسط ليه كويس يعني. انا دلوقتي سن الوسط. انت ليكي كم سلايف؟ ثلاثه غير. كم؟ ثلاثه. ثلاثه. طيب عمر ما حصل بينكم مشاكل؟ بتحصل تاتشات صغننه كده بس مش بتيجي لدرجه المشاكل يعني، مش لدرجه المشاكل. طب وساكنين يعني جنب بعض ولا بعيد عن بعض؟ لا احنا في بيت واحد. في بيت واحد. طب دي حاجه بس حلوه، مش لدرجه يعني مشاكل يعني مشاكل. احنا زي ما اتنين اخوات مثلا، ممكن اتنين اخوات حقيقي يختلفوا في حاجه، بس انما مش مشكله يعني. المهم بقى في ده كله اللي انا عايزه افهمه لكل البنات، اللي بتزرعيه هتلاقيه. ده حقيقي، ده حقيقي. عمر ما حد هيقدم حب وهيلاقي قدامه كره، ابدا، استحاله. يعني كمان في حاجه تانية برضو عامل مهم جدا جدا جدا. أيوة. ربنا إيه بقى؟ يا رب يبارك في عمرها يا رب. حماتي. هي مش حماتي، هي امي على فكره، هي امي الثانيه. بالعكس انا امي، انا بعيد عني امي، هي امي. هي بتخاف عليا، هي بتعاملنا كلنا كبناتها، ودايما تقول لنا اللي انتوا بتزرعوه يعني اللي انا بزرعه فيكوا بلاقيه في بناتي، فانا بناتها متجوزين، فبتقول انا براعي ربنا في بنات الناس عشان ربنا يراعي. والله يعني بجد ربنا يخليك حماتك، وانت بجد ست ونعمه، الست المصريه الاصيله المحترمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا عائشه. هو في والله قلت لك كبيره وفي بيت واحد وما بتحصلش مشاكل. والحما برده عليها بيبقى دور، لان ساعات الحما بيبقى فيه مرات ابن قريبه منها اكتر، او بتاكل بعلها حلاوه زي ما بيقولوا. أيوة. بتاكلي بعلها حماتك حلاوه؟ يعني مش عارفه. احنا نسالها هي. لا يعني طبعا اكيد في الاول طبعا كنت باكل بعقلهم كلهم حلاوه. اكيد. لا في الاول طبعا، الحته الاولانيه دي اول ما اتخطبنا مش عارف ايه، كنت بحاول طبعا، وهدايا وبتاع وعيد الام الدخله الاولانيه. عارفه الحته دي، عارفاها. شيماء، لما مثلا بتشر يعني، لما بتتخانقي مثلا مع، اكيد كنا بنتخانق، لما بتتخانقي مع جوزك بتكلمي مين؟ بتكلمي اهلك ولا بتكلمي اروى؟ على حسب الخناقه. يعني بتدخلي ساعات اروى في الخناقه؟ طب وانت بتاخدي صف مين؟ بطبيعه الحال يعني باخد صف شيماء طبعا. معروفه اكيد. بس هو في الاخر برضو في كل الاحوال. حتى انا لما بيكون في حاجه مثلا واخد رايها فيها، او اكلمها اقول لها حصل كذا او كده، دايما حتى لو انا رايي مختلف اون ذا سبوت، لا بستنى شويه، بهديها، انزل بيها شويه، وبعدين بعد كده بقى ممكن نتكلم تاني، اقول لها اصل لما حصل بقى وحصل يعني. هو عمل كده، ما هو كان برضه ما يصحش على فكره، كان غلطان جدا. ازاي يعني؟ بالظبط. الدنيا عادي اشعل شويه. بتنزلوا بقى مع بعض يعني، بتروحوا تصيفوا مع بعض، شوبينج مع بعض وكده ولا لا؟ سافرنا كم مره كده مع بعض، كانوا لطاف قوي يعني. طب والشوبينج الشوبينج خلي بالك ان انتم تقريبا جسمكم تقريبا واحد. لما اصل انا دي بعانيها مع صحابي، لما نمسك حاجه مثلا وحاجه تعجبني انا وواحده صاحبتي ونفس جسمي، بتعملوا ايه؟ لا بنجيبها سوا. وبتلبسوها يعني، بتلبسوا مع بعض مفيش مشاكل؟ احنا لسه حتى قريب عملنا العمله دي. حصل فعلا. عملتوا ان انتوا لبستوا مع بعض؟ لا اشترينا حاجه يعني، هي شافت حاجه وبعدين بعتت لي، فقلت لها عجباني، فجبنا احنا الاثنين، وكنا خارجين بالصدفه احنا الاثنين، هي لابساها وانا لابساها ونفس اللون.
لا لونين مختلفين. تبدلوا عشان تبدلوا مع بعض يعني. لا بس بجد حاجه حلوه جدا. طب احكوا لي عن المواقف الغريبه اللي حصلت مثلا في حياتكم. يعني هبدا بيكي يا رو على اساس ان انت برضو القديمه. مع شيماء. لا احكي ما تكسفيش وما تبصيش. لا انا والله بحاول افتكر. يعني ساعة لما رحتوا تتقدموا انت كنتي مثلا موجودة وكده؟ كنت موجودة. طب طبيعي طبيعي يعني برضو يعني في ناس تقدموا لي وجيتوا بتفهم بيقعدوا يتكلموا. بص كانت لابسة ايه لما روحتي بقى النماية اللي هي بتاعت البيت مع جوزك بقى وفي العربية اول ما نزلتوا ركبتوا العربية؟ لا الطلعة الاولانية دي لا بالعكس قلت له دي الله دي حلوة قوي احمدك يا رب جات لي بجد صاحبة جديدة وبتاع. من هنا بقى ابتدينا بقى بنتكلم يعني نزلنا مره اعتقد في النص قبل ودته بعض يعني. طب انت ده في العربيه مع جوزك انت بقى في البيت لما هم مشوا بقى خلاص وخلاص وتمام وانت دخلتي قعدتي بقى مع مامتك النمايه اللي مع ماما وبابا دي ايه قلتي ايه؟ كانت عجباني الشوز بتاعتها وكنا عاملين شعرنا زي بعض في نفس اليوم. هذا انت جبتيه من فوق لتحت يعني كل حاجه. لا كانت باينه قوي كان تقريبا شعرنا نفس الطول وكان نفس التسريحه وكل حاجه. فكان يعني انتوا اصلا فيكم روح من بعض على فكره يعني يعني مش شبه بعض بس فيكم روح من بعض يعني نفس الضحك بس انت يمكن على اهدى شويه يعني يمكن قدام الناس يمكن شويه. هي صح هي اهدى طبعا كتير. صح هي اهدى كتير يعني تحسي ان هي هي هاديه بس ما تخافيش غير من الهادي ده على فكره. لا لا خالص لا والله بالعكس هي هاديه وعاقله. عمركم ما شديتوا مع بعض خالص؟ مش اتخانقتوا بس اختلفوا وجهات نظر او شديتوا؟ بعد ما هنخرج من هنا هيحصل ايه؟ دي ماشي مش معروفه. انا ماسكه الخشب والله هو ماسكه كام حد بيتفرج. امسكوا الخشب يا جماعه عشان دي نماذج يعني موجوده بس مش كتير يعني. بس والله على الرغم اللي كلمونا يعني هو عائشه بتقول ان هي ساكنه في بيت واحد وثلاثه كتير قوي برضه يعني وكبيره يعني. بشكركم جدا منهم. نورتوني وشرفتوني اروى وشيماء بجد وربنا يديم المعروف والخير ما بينكم يا رب دايما. تقولوا لي بعد الحلقه ايه اللي حصل اوكي؟ حماتك وجوزك وجوزك يعني نعرف ايه اللي تم والخناقه على طول. والخناقه لا ربنا ما يجيبش خناقه يا رب. ميرسي نورتوني ميرسي جدا. طيب لسه عندنا كلام كتير هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنتعرف على فيديوهات سيلفي من الشارع بعد الفاصل. نفسك عايز تقولها نفسك تحكي وحاسس انك متضايق هنجيلك نتكلم وياك ونفرح قلبك مش هنسيبك الا لما يكون بالك رايق لو قاعد في بيتك او ماشي في الشارع جاي نملى الدنيا فرحة بصيف من الشارع ثقافة وحب وعلم كمان واحنا ماشيين هنغني هنغني في كل مكان وهنملى الدنيا فرحة مع أشرف رمضان هنساعد كل إنسان يبقى في مكانه موهوب يظهر للنور وكله بأوانه عالم فنان دكتور لازم يكون في دور لكل واحد عشان تكمل أحلامه هنتفائل مهما يكونوش هنستسلم هنسافر بلاد ندخل مدارس بتعلم هنروح مستشفى لإخواتنا دايما معاكوا بقلوبنا هنريح ياما قلوب بتتألم. سيلفي من الشارع زي ما حضراتكم شايفين ده عنوان مجموعة فيديوهات انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحققت نسبة مشاهدة عالية جدا. ضيفي هو صاحب الفكرة نزل الشارع مع كاميرا الموبايل وصور فيديوهات في الشارع زي ما حضراتكم كده شفتوا في الأغنية صور الفيديوهات في الشارع بالسيلفي أكيد كان ليه هدف
هدفها ان هو توعية الشباب، بيبقى فيه كمان تنشيط للسياحة، وكمان بيناقش مع الشباب او بيتناقش معهم في كل المواضيع الهادفة. خلينا نتعرف اكتر عن سيلفي من الشارع مع ضيفي اللي منورني النهاردة اشرف رمضان، صاحب فكرة فيديوهات سيلفي من الشارع. اشرف اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، منورنا في كلام البنات. بنورك والله. ايه حكاية سيلفي من الشارع؟ سيلفي من الشارع هو برنامج موجه للشباب، بنحاول قدر الامكان ان احنا نكون بشكل بسيط جدا جدا، ننزل الشارع بالموبايل، نتكلم مع الشباب، نفضفض معاهم، نحاورهم في الموضوعات اللي هم بيختاروها. لان البرنامج يعني فكرته قايمه ان الضيف هو اللي بيختار موضوع الحلقه، مش بنفرض عليه هتتكلم في ايه او بنقول له اتكلم في كذا، لا احنا بنقول له انت حابب تتكلم في ايه، اللي انت بتفكر فيه دلوقتي، ايه احلامك، ايه طموحاتك، ايه مواهبك. فبالتالي كل ضيف بيختار موضوع مختلف. ايه اهم المواضيع اللي الشباب حابين ان هم يتكلموا فيها يعني؟ والله في مواضيع كتير جدا، يعني مثلا في اللي هو اجتماعي قوي اللي هو بقى خاص بالزواج مثلا، البنات والشباب موضوع بيبقى شاغلهم شويه. تمام. في حد بيتكلم بقى عن موضوعات عامه مثلا، يعني مثلا بنت تتكلم تقول لك انا عايز اتكلم عن استقلال البنات، طب هتستقل ازاي؟ بنبتدي نناقشها، ما بنسيبش الموضوع كمان اللي هو مجرد تختار، لا احنا بنحاورها وكمان بنطلع بنصايح وتوجيهات وحاجات تنفع بقى الشباب الاخرين، لان النصيحه لما تطلع من الشباب للشباب بتوصل اكتر طبعا. فهي دي الفكره، يعني الفكره ان انا بنزل للشارع اوثق اللحظه، وغير كده كمان برضو بنبتدي كمان ننشط السياحه من خلال الفيديوهات دي. يعني فكرة سيلفي من الشارع جات لك منين ومن امتى ابتديت فيها؟ من امتى ممكن اقول ان انا ابتديت فيها فعلا؟ من 2013. لكن ما كانش ليها الوجود اللي موجود حاليا، كنت لسه بدرس في كلية الاعلام، بدأت تتبلور عندي الموضوع. طب فكرت انا بحب كل ما اروح مكان احب ان انا يعني اوثق اللحظة بالفيديوهات، طبعا مش كل شويه حابه اصور حاجه معينه اقول للناس تعالوا صوروني، لا انا بمسك الموبايل بالكاميرا الاماميه ببتدي اوثق اللحظه دي، اتكلم عن المكان، اشرح حاجه عنه، اناقش الناس اللي فيه. انا بسافر بحكم شغلي، بسافر في اماكن كتير، فبنتهز الفرصه ان انا اقابل شباب المنطقه اللي انا مسافر ليها. فكل واحد اكيد عنده احلام وحاجات كتير، عنده كلام كتير جدا، فبنطلع في النهايه بافكار كتيره حلوه جدا يعني. فيعني هي دي ده المجمل كده يعني. فالفكره جات لي بقى او بدات تظهر بشكل طبيعي يعني في 2015، من 3 سنين او 4 سنين بالظبط. ردود افعال الناس بقى يهمني جدا اعرف، ردود افعال الناس اللي في الشارع، بنات وستات ورجاله وكبار وشباب وعواجيز، ايه بقى عاملين ايه؟ والله الردود الحمد لله ايجابيه جدا، وده سبب ان احنا برضو استمرينا. كل موسم بنطلع بحاجه جديده، بنحاول بقى ندخل عليهم البهجه والسرور، هم برضو بيدخلوا علينا البهجه والسرور طبعا. وبيشجعونا يعني وبيحفزونا جدا جدا، سواء كبير او صغير، بنات او شباب. بنبقى يعني انا كونت صداقات كتير يعني كتير جدا جدا جدا. اي حد اساسا بسجل معاه باخد رقمه وبديله رقمي، عامل جروب على الواتساب على الفيسبوك، بضم الناس دي. كل موسم بقى بنحاول ان احنا برضو نتقابل بالناس دي تاني. في ناس بقينا اصدقاء جدا 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 بعد الحلقات، فهو بيضيفني على الفيسبوك فانا بضيفه على الفيسبوك، فبيبتدي برضو شبكه علاقات كبيره بكل الناس في اسوان، في الاقصر، في سيوة، في مطروح، في اسكندرية، في كل مكان بنروحه. انت لفيت كل الحاجات دي كلها. رحت كم فيديو تقريبا صورته لغايه دلوقتي؟ يعني تقريبا 90 فيديو. 90 فيديو ببقى موجود برضه في المناسبات المهمه. مده الفيديو بتبقى قد ايه تقريبا؟ يعني انا محطوطه من 5 دقائق ل10 دقائق عشان الناس ما تملش على يوتيوب وكده والسوشيال ميديا، لكن احيانا ممكن المده تزيد عن كده. فانا الموضوع برضه سايبه بشكل مرن شويه لحد ما ان شاء الله يبتدي ياخد شكل جديد، وده اللي انا بشتغل عليه. طيب الحاجات الغريبه، اكيد قابلت حاجات غريبه كتير، ايه الاغرب فيديو انت لقيته وصورته وعمل نسبه مشاهده عاليه جدا؟ والله في حاجات كتير جدا، يعني الواحد بيحاول يرجع بالذاكره، لان صورت مع ناس كتير جدا، صورت مع دكاتره، مع فنانين، مع شباب من الشباب اللي هم يعني
يعني انا اتكلمت مع حد فكان متشائم جدا، اللي هو تقريبا مفشكل مع خطيبته او مش عارف والله، بس يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل شويه عشان مش حابب احرجه. بس انت اديته نصيحه واتكلمت معاه؟ اتكلمنا احنا في نهايه الحلقه، وده بقى من اعز اصدقائي، والحمد لله هو يعني تقريبا مفشكل وارتبط تاني والدنيا مشت والحياه جميله. يعني انت في عايز تقول ان في من الفيديوهات دي يا جماعه اشرب بيقول ان في رساله، يعني مش معنى مثلا واحد ارتبط بحد وفشكل او يعني خلاص الموضوع انتهى ان الحياه بتقف، لا الحياه بتكمل على فكره. يعني بالزبط. في دايما مثلا بيقول لك ايه، محدش بيموت من الحب، فالحياه بتمشي وبتستمر. فده مثلا فيديو كان ليك هدف منه. يعني هو دايما في النقطه دي كمان دايما بيشغل بالي الشباب موضوع الزواج والطلاق، خصوصا طبعا كمان بنلعب في رينج السن اللي هو الصعب شويه بعد المراهقه او في اثناء او لاخره، فبنلاقي ناس، فبنحاول ان احنا لا فعلا نخرج بهدف ورساله، ونحاول ان احنا نوعيه، لان انا اكيد عندي حاجه معينه هديها له نصيحه، هو يقول نصيحه كمان او عبره لحد يسمعه. فالشاب زي ما انا قلت بيحب يسمع نصيحه من الشباب اللي زيه. ما بتفكرش ان انت طبعا دي مهمه جدا، يعني انا مش هتقبل نصيحه او غير لما حد يبقى زيي وجرب او خاض الموضوع. ما بتفكرش ان انت بعد كل فيديو، دي فكره انا بقول لك بنتناقش يعني فيها، بعد كل فيديو مثلا لو حاجه خاصه بالعلاقات الاسريه تجيب حد متخصص في نهايه الفيديو، متخصص في العلاقات الاسريه، ويقول نصيحه خاصه بالفيديو ده؟ هو ده انا اشتغلت عليه، او ده اللي هيكون في الموسم الجديد ان شاء الله في 2019. يعني شفت بقى ايه رايك فيا؟ القلوب عند بعضيها. فعلا انا فكرت ان انا لا اطور الموضوع اكتر. ان انا حد لو خلاص لو الموضوع مش مكتمل يعني اركانه، فبنحاول نجيب حد متخصص يتكلم فيه. انا برضو بقدر الامكان يعني مش هنقول بحكم الخبره والى اخره، انا برضو سني صغير، بس يعني عشت تجارب كتير، فبحاول قدر الامكان ان انا افيد الشباب اللي انا بتكلم معاهم، لان هي تقريبا المواضيع كلها بتبقى برضو حاجات كده بتشغل كل الشباب، تشغلني انا. خلاص هنا فيما يخص اي مشاكل اسريه انا خدني معاك اديهم النصيحه، واي مشاكل اسريه حضرتك هتبقى معانا ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن سيلفي من الشارع بلغه الاشاره، بس تيجي نشوف الفيديو الاول. اتفضلي. تعالى نشوف الفيديو ونرجع نتكلم عليه. لو كان في حاجة في نفسك عايز تقولها، نفسك تحكي وحاسس انك متضايق، هنجيلك نتكلم وياك ونفرح قلبك، مش هنسيبك الا لما يكون بالك رايق. لو قاعد في بيتك او ماشي في الشارع، جاي نملى الدنيا فرحة بسيلفي من الشارع. سيلفي من الشارع نروح كل مكان، البر والبحر ونطير في الجو كمان، هزار وجد ثقافة وحب وعلم كمان، واحنا ماشيين هنغني هنغني في كل مكان، وهنملى الدنيا فرحة مع أشرف رمضان. هنساعد كل إنسان يبقى في مكانه، موهوب يظهر للنور وكله بأوانه، عالم فنان دكتور لازم يكون في دور لكل واحد عشان تكمل أحلامه. هنتفائل مهما يكون مش هنستسلم، هنسافر بلاد ندخل. أغنية حلوة جدا جدا جدا، وفي كواليس يمكن كنا بنتكلم فيها واحنا بنتفرج، فعايزاك بقى تعرفها برضو للسادة المشاهدين. والله يعني الكواليس مثلا الأغنية والبنوتة الجميلة اللي بتأدي الإشارة دي، هي من الصم برضو؟ هي دي مش من الصم، دي من المتكلمين، يعني دي كان عاملة مبادرة هي وأختها شيماء خير، كان عاملين مبادرة حلوة قوي، إن هم يعني قرروا إن هم يتعلموا لغة الإشارة ويدربوها. يعني هم اتقرروا ان هم يتعلموا لغه الاشاره ويدربوها، وبالفعل نجحوا، وهم حاليا شغالين يدربوها للناس الاسوياء العاديين، للناس العاديه. ليه؟ هم عايزين يعملوا دمج بين الصم والناس المتكلمين. حلوة قوي. يعني اللغه دايما هي لغه تواصل، فانا لما ده انت لازم توصلنا بيهم عشان يشرفونا وينورونا في حلقه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. فطبعا اللغه يعني وسيله تواصل، فالصم لغتهم ايه؟ الاشاره. فانا لو كاشرف ما فهمتهمش كحد متكلم مش هعرف اتواصل معاهم.
طبعا. وبالتالي هم دورهم موجود ان هم يعلموا الناس اللي زينا المتكلمين لغه الاشاره، وبالتالي ينشروا لغه الاشاره وثقافه لغه الاشاره، لان دي مهمه جدا. طبعا. وبصراحه من حق الصم، لان عددهم كبير جدا جدا جدا، حقيقي. ان احنا ندمجهم معانا، يعني احنا قادرين ان احنا نعمل ده، فليه ما نتعلمش لغه الاشاره؟ انا برضو بحاول اتعلم لغه الاشاره حاليا، وان شاء الله في الموسم برضو 2019 هيكون معانا لغه الاشاره تقريبا او بقدر الامكان، يعني لان الموضوع برضو مكلف جدا ان احنا هنترجم معظم الحلقات. انت كل ده انتاجك انت، يعني ده مجهودات ذاتيه من اشرف رمضان. بالظبط، بس مفيش حد كله تاني. كله انتاج ذاتي، عشان كده حطيت اسمك في الفيديو. والله موضوع الاسم ده، لان انا الكلمات لما جت تتكتب طبعا، يعني انا عرضتها على ناس كتير، يعني ايه رايك في كذا، ايه رايك في كذا، طب نشيل كذا نحط كذا، فاللحن كان حلو، فقلت لهم الاسم مش ضروري، لا هو اسم سينمائي كده، يعني اسم فني كده. الحمد لله. يعني انت شغال لوحدك في الموضوع ده، في سيلفي من الشارع، ولا معاك فريق عمل؟ لا انا شغال لوحدي، لان انا دايما مؤمن بفريق العمل، وفريق العمل بيسهل حاجات كتيره جدا طبعا. جدا يعني، لكن انا ظروفي كانت مختلفه شويه، لازم أن اكون معتمد على نفسي، فانا اساسا صحفي فيديو ومان كرو، فبعرف اصور ومنتج، وبرضه ليا نظره اخراجيه وحاجات كتيره جدا. فبتعمل يعني كل حاجه لوحدك. بالظبط. فبدات ان انا اعمل ده لوحدي، تصوير مونتاج، انا معايا الكاميرا بالعصا سيلفي وبالمايك وماسك كده، وزي ما حضرتك شفت في الفيديوهات، وبصور الناس، يعني مش محتاج ان حد كمان يصورني. في بقى بعض الضيوف يعني بياخدونا بقى ايه لقطات للكواليس، واحنا بنسجل مع الناس واحنا واقفين، برضه باخدها منهم بقى، باخدها منهم، ممكن احطها في المونتاج، يعني الدنيا بتبقى حلوه. حلوة قوي. ردود افعال الناس بقى معاك كانت عامله ازاي؟ والله ردود الافعال ايجابيه جدا. يعني موضوع مثلا لغه الاشاره ده، لما انا دخلته يعني كتير قوي من الصم كلموني، لان انا على تواصل بيهم، لان انا كنت بعلمهم قبل كده لغه عربيه، وهم بيعلموني لغه الاشاره في مبادره معا. لكن يعني في علاقتي بيهم كويسه، وبعرف اتواصل معاهم نوعا ما، وهم برضه عندهم سوشيال ميديا على فكره، وشاطرين جدا، شاطرين في كل حاجه في الحقيقه، يعني هم ما يختلفوش عننا في اي حاجه، بل ربما يعني عندهم مواهب اكتر مننا احنا، ده حقيقي. فبتواصل معاهم، فبصراحه هم حبوا فكره ان انا اترجم الحلقات بلغه الاشاره. ده بالنسبه للصم، وعددهم كبير. بالنسبه للناس بوجه عام، يعني الناس كلها بتشجعنا، ورسائل كتير قوي بنقراها على الفيسبوك بتشجعنا. ولما انا وقفت البرنامج حوالي 6 شهور او حاجه، فتره جوازي، مبروك. الله يبارك فيكي. فالناس بدات تسالنا فين الفيديوهات، فين الفيديوهات، انت كسلت ليه، انت طبعا الجواز ممكن اكلمك بقى في الحاجات الاساسيه. الجواز ده يتعمل له فيديوهات، مش كتير. فيديو والله فيديوز كتير. انا مراتي كمان صحفيه، فممكن نعمل كمان، ده انتوا هتستعينوا مع بعض. بنفكر في كمان في فكره. طيب اساسيه يعني. اخيرا، الصعوبات اللي واجهتك كانت ايه وانت بتصور الفيديوهات دي؟ والله في الحقيقه يعني الصعوبات طبعا بتبقى كبيره، واي مشروع او اي حاجه الواحد بيمشي بيها بيلاقي صعوبات، لكن انا كنت بعتبرها تحديات. صعوبات بقى نفسيه، يعني مثلا انت تتغلب على نفسك ان انت تنزل في الشارع بعصا سيلفي وتتكلم قدام في الشارع والناس تشوفك، وفي ناس بتظن انت مثلا مجنون، ايه ده هو بيكلم نفسه كده ليه؟ ايه؟ حاجه جديده بالنسبه له، هو غصب عنه هو شايف. شفنا مذيع بيقف ومراسل، لكن ما شفناش حد ماسك الكاميرا وبيتكلم ومتفاعل قوي وجد جدا. فلا، فدي مثلا نقطه نفسيه، فانا اتغلبت على نفسي فيها. الحاجات الثانيه طبعا، تصوير في الشارع والى اخره، بنحاول قدر الامكان برضو ان احنا يعني نعدل الحاجات دي، وان شاء الله باذن الله خير. يعني ان شاء الله بالتوفيق، ومستنيين بقى الموسم الجديد ان شاء الله في 2019، وتكون برضو منورنا هنا في استوديو كلام البنات ان شاء الله باذن الله تعالى. بشكرك شكرا جزيلا، اشرف رمضان، صاحب فكره فيديوهات سيلفي من الشارع. بشكرك، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. ميرسي جدا، والف مبروك. طيب بكده تكون خلصت حلقتنا، ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. تاني وتالت، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل الاخوه المسيحيين والمصريين بقى بخير. خليني اقول بقى لكل زملائي، استاذ وجيه رزق الله، مايكل فيكتور، مايكل سعيد، استاذ اشرف حبيب، عوني عبود، عوني معانا يعني النهارده العيد، وعوني نازل بجد بيشتغل. عايز اقول لك يا عوني بجد كل سنه وانت طيب، وانت بخير وطيب وسعاده، وكلنا طيبين وبخير. بكره قبل ساعه ونص من دلوقتي، واحلى الكلام كلام البنات. باي باي.